فمن حباه الله فمن ثاقبا كان شهابا في العلوم ثاقبا. المعقد الثامن عشر: التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغل وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم، فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني: التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها، ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. الأصل الثالث: الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. الأصل الرابع: تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام.